رفعت الراية. تندفع على بركة الله خيل الانتاج عمر 3 سنوات فأكثر شوط مفتوح الدرجات في ختام أشواط الحفل 31 منافسة 2000 متر لشوط الهانديكاب حتى 75 درجة. الانطلاقة بطيئة نوعا ما. هنا نشاهد يبدأ الصدارة على ما يبدو أفندينا ابن يوآن داي فور إيفر فحل السرعة يقود السباق يقود الانطلاق من الخارج يحاول خطف السياج على ما يبدو فيما نشاهد مقتصد المرشح الأول للفوز بهذا الشوط يلاحق إلى ثاني المراكز ونشاهد المحاولات. هنا نشاهد الصدارة الآن تذهب مع أفندينا ابن يوآن داي فور إيفر ما شاء الله تبارك الله مع رائد الفيروز الذي انتصر في الشوط الماضي. هنا نشاهد مقتصد إلى ثاني المراكز للمركز الثالث عشان مشعل فيما رابعا المحاولات للتحرك من سينادور والمركز الخامس نشاهد هنا لأكثر من جواد تلوح المخايل وكذلك سيل الجذيب المرشح الثاني للفوز بهذا الشوط. الخيل مع بعضها البعض والانطلاق والانتظار في آخر الشوط للهيب المجد في آخر الأسماء. هنا نشاهد الانطلاقة لازالت مع أفندينا يقود السباق الحصان الأحمر ابن يوآن داي فور إيفر مع رائد الفيروز محاولات للتحرك القوي من قبل المبكر ابن جمب ستار مع عبدالله الفيروز وكذلك سيل الجذيب المرشح الثاني وعشام مشعل يحاول الدفع بقوة إلى رابع المراكز فيما نشاهد المحاولات أيضا للتحرك. هنا نشاهد من يتقدم مشاهدين متابعين الكرام بقوة قانب أيضا يحاول إلى سادس المراكز الدفع وتعثر لأحد الخيالة خيال الخفوق يوسف الحصين سليم بإذن الله. الأمتار الأخيرة من عمر هذا الشوط. هنا نشاهد سيل الجذيب المرشح الثاني بن فولمان ديت مع عادل الفريدي يقود السباق في هذه اللحظات ينتزع الصدارة ينتزع المركز الأول يحاول الابتعاد بهذا الشوط. سيل الجذيب في الظهور الثاني هذا الموسم هل سيضيف الفوز الأول؟ ما شاء الله تبارك الله عادل الفريدي يطلب منه الهروب أكثر وأكثر. سيل الجذيب يسجل نفسه بطلا لختام أشواط الحفل 31. ألف مبروك سيل الجذيب أولا شبل طياب ثانياً.